شخصية صعبة المنال والمراس. لم تكن رحلة البحث عنها سهلة على الاطلاق. بحثنا عن جوهرة ضاعت كل هذه الاعوام في زحام بغداد الحبيبة. فنانة آثرت الصمت منذ 3 عقود. كيف نصل اليها ونحن لا نملك عنوانها او حتى رقم هاتفها؟ حملنا كاميرتنا نحاول الاهتداء اليها والامساك بخيط ربما يدلنا عليها. سألنا الناس عنها في الشوارع والمقاهي فتضاربت الاراء. والله ما عندي معلومات عنها. ميتة راح. لا زعلانة بشم حاليا لا عد ان شاء الله. طيب حية ترزق منسية نقول ماكو مراجعة لها. هي مطربة معروفة كل العراقيين يحبوها. واحد كان يخدمها اسمه سليوة شارع ابو نواس تحت على طول اسأله وين صارت؟ يقول ما تقبل انه تستقبل احد. ايش قديمة. بعد طول مشقة وبحث وتقصي حتى وصلنا الى المكان الذي تسكن فيه فنانتنا الكبيرة. شقة متواضعة في الطابق السادس تطل على دجلة. والمصعد الوحيد في البناية انقطعت عنه الكهرباء مما اضطرنا الصعود ل6 طوابق مع عاجزة التصوير. وصلنا باب الشقة لكن فنانتنا رفضت استقبالنا اول مرة. وتكرر المشهد في اليوم الثاني والثالث لكن تكرار المحاولة جاء بثمرة اللقاء مع فنانتنا لتكسر صمت 30 عاما مرت. اخيرا وافقت عفيفة ان تفتح قلبها امام الكاميرا. انسانة تعرف ما تريد وزادتها خبرتها في الحياة تعقيدا في طريقة تعاملها مع الاخرين رغم بساطتها في كثير من الاحيان. وقبل ان تبدأ الكلام اصرت ان تلبس الهاشمي اللباس العراقي الاصيل. اني احب الهاشمي. وقبلها حرصت على ان تخفي خطوط الزمن والصمت عن وجهها لتظهر بصورتها الجميلة امام جمهورها. فتركت وجهها للماكير لعمل مكياج خفيف يعطي ظهورها قليلا من بهاء الامس البعيد. حركت الروح لما انحرقيتم مشيتوا من دموعي غرقيتم حركت الروح لما انحرقيتم مشيتوا من دموعي غرقيتم شكال القلب لما ودعتم شكال القلب لما ودعتم حرقت الروح
الموصل الحدباب، مدينة المفكرين التي انجبت اسحاق الموصلي وزرياب، ولدت عفيفة اسكندر. اني من الموصل، بس هذاك الوكيل كل واحد يعجبه مولود المكان، ما اعرف ليش كتبوني بحلب. حلب؟ نعم، مو هذاك الوقت الفرق كلها تجي من حلب، على اساس انا صرت فنانة فكتبوني بحلب. طلعنا من الموصل يعني بالاربعينات طبعا. انا ما كنت شايفة تليفون، اباوع هذول اللي يحجون فتشي، اقول وي هذا الجني بي شنو هاي، ما شايفين تليفون بالموصل، حتى تلفزيون يعني راديو ما كنا شايفين. اسرة عفيفة اسرة فنية، امتهنت الموسيقى وارادت لابنتها نفس الطريق وصولا الى النجومية، لكن عفيفة اختارت طريق الغناء. طبعا انا اهلي كلهم فنانين، يعني خلي نكون واقعيين، اهلي كلهم فنانين، فحاولوا يعلموني موسيقى ما قدرت. اني مثل ابو نؤاس قالوا لي اكتب مكتوب لحبيبتك وشعر، قالهم لا اني راح اودي شعر لان اقرب نفسي، قالوا لي ليش، قال لي خطي ما ينقري، واني نفس الشيء خطي ما ينقري، على كل نفس يعني من هالاشياء. يعني كانوا موسيقيين بالبيت العائله؟ نعم كانوا موسيقيين العائله، كلهم موسيقيين وفنانين وممثلين. وهذا ابد ما تعلمتي على اي اله او اي ابد حاجة. حتى والدتي كانت تعزف حوالي الاربع خمس اشياء، وكانت تبسطني وتقولي ليش انت يعني ما هذا تتعلمين هاي. في صغرها كانت تحب الغناء وعشقته، فكانت تذهب الى السينما لتحفظ ما سمعته من اغاني الافلام انذاك. من انا صغيرة يعجبني الفن واروح للسينما، غير شاب السينما 25 فلس نقعد لي قدام، نحن عنا مدى شوف نقعد لي قدام نباوع الافلام، وشكو فيلم نحن نحفظ الاغاني ونرجع نغنيها. يعني كنتوا اطفال؟ نعم. اذا بدت موهبة الغناء منذ هذه كنت عمرك 6 سنوات؟ 6 سنوات هذا هاي هي هذه اي انا خامس ابتدائي. بس بعدين من سافرنا لاوروبا، نعم، شفت الناس ما اكثر من الاغنية ما تتعطل اكثر من 5-6 دقائق، فانا ايش قلت، قلت بعد ليش عدنا طول الليل يا ليل ويا عين وما ادري شنو، كانوا يسموني مرجست لان يعني اغني اغاني انتقادية. كان اول مشوار عفيفة الغنائي مغنية كورس، تنتقل مع امها اليونانية الاصل اينما تكون الحفلات، ثم بالصدفة غنت اغنيتها الاولى بعد ان غابت مطربة الفرقة الاصلية. اول ما غنيت باربيل، وبعدين سليمانية. عمرك 6 سنوات؟ اي 6-7 هيجي، غير شو غني، برهوم يحاكيني، زنوبة بالوادي، ومن هالسوالف. لكن بينت القدرة انه انت مغنية، يعني بينت قدرة الغناء عندك في عمرك؟ لا يا ابوي، كان من اطلع هذا يعطوني لو شوكليت لو يقشمروني فد ربع دينار او شيء، هاي هي القصة. اجى فد انسان نقد علي لاذع، شلون تغنين اغاني مال اطفال مال زعاطيط مدري ايش. صدقيني بعد 5 دقائق اجاني قال لي ابني يريد عنتر يا عنتر. هو نفسه. اي والله يعني اكو اشياء غريبة عجيبة. هو ما اكو تقدير لاغاني الاطفال وشغل الاطفال يعني. هم اني كنت اسوي قلب اسم الله اسم الله وفلفل وبهار وعنتر يا عنتر وما ادري هالاشياء. قلب قلب ليش ماشي وحدك بالدرب؟ نعم. كانت الاطفال قلب قلب ليش ماشي وحدك بالدرب؟ اي طبعا. هاي كلها مال يعني كنت اسويها لعيد الميلاد او من هالاشياء
بس الكبار كانوا يحبوها يمكن اكثر من الاطفال. كلش ولو نقد علي لاذع بس ما يخالف، المهم يوصل الى قلب الجمهور. شفتي يعني احب اني الاشياء اللي هي توصل الى قلب الجمهور. كان الدرس الاول الذي تعلمته في بداية مشوار النجومية هو صفعة من امها. وامي بس تستلمني تقوم تضربني راجديات. والدة اردت على هاي الراجديات ليش؟ لو تضربني راجديات تقولي ما صرتي فنانة بنتي، امتى ما تصيرين فنانة؟ هذاك الوقت تقومين تحجين بالفن. انتي بعدش طفلة، انتي مو مال هالسوالف. يعني اني تعرفين نحنا هسه وقتنا صعدنا سنة مسلة ودرجة درجة. هسه التلفزيون دي صعد الواحد فجأة وينزل فجأة مو؟ بس اني شاطلب من الجيل الجديد اقولهم من تغنون اغانينا بس قولوا هذا مال فلان، مو كل اغنية ترى فولكلور. لأن سليمة الله يرحمها أو نرقس شوقي والفلكلور الأغنية ما معروف يعني من الملحن من المغني بالضبط. إيه بس سليمة ها هي هاي اللي صارت، حتى بيغنون أغانينا على أساس فولكلور، هي مو فولكلور، هي نحن منتخبيها. تعلقت عفيفة بالغناء وكانت الفنانة سليمة مراد مثالها الأعلى. أنا كنت معجبة بسليمة، اغني اغاني هي اغانيها، حتى حركاتها لو بس اغانيها. لا بس الاغاني يعني تعرفين طفله مو مال اسوي حركات وهالاشياء. يعني مرات الطفل يتاثر بالفنان يقلد حتى حركاته. اي دورات حتى كانت الله يرحمها منيره الهوزوز كنا نغني وياها ينطوني دينارين لو دينار ونص. اني اول احضر الفنانين على اساس هيك. ايه هذه هاي يعني حياتي. طيب هسه ست عفيفة هسه بالبيت مرات تغنين؟ لا بعض اغاني تغنيها؟ لا ابد ما تغنين. تدرين ليش؟ لان اني زهقت من الغنى. واحد من العمر 8 سنين تم يغني يضوج يا حبيبتي. الجميع لهذه السياسة إذا كانت سياسة ناجعة. هذه وجهات نظر. هذه وجهات نظر. هنالك من يؤمن بالمقاومة السلمية وهنالك من يؤمن لم تكن المدارس بشكلها اليوم شائعة آنذاك. ولم يكن امام عفيفة لتعلم القراءة والكتابة سوى الملة والكتاتيب للتعلم، والذي منحها حبا للغة العربية انعكس على اختيارها لاغانيها فيما بعد. والدتي هي يونانية بس خافت علي. اني كنت ادرس بالطاهرة الى 5 سنين الى الصف الخامس، خافت علي من الدروب او شيء خلتني بالملة. فحفظت القرآن وطلعونا يعني طلعونا بالشارع على اساس حفظنا يعني جزء عما كان. اي وبعدين من صرنا فنانين وهذا صارت القضية يعني فنانين. بس اني كنت مثلا اقرا قصيدة اسمعها الاستاذ مصطفى جواد
اقول له الكلام صحيح؟ يقول لي ايه. مثلا او فؤاد عباس، اقول له يعني اللفظ صحيح؟ يقول لي ايه. يعني انا ما كنت بوحدي، اسال الاساتذه والشعراء والادباء انه ما اغلط بالكلمات، لان هذا الشعر مو لعبه. قرات الكثير من الشعر لشعراء كبار، لكنها كانت معجبه بشعر عباس ابن الاحنف والاخطل الصغير. عفيفه لم تكتفي بشعر الشعراء، بل كتبت بعض نصوص اغانيها بنفسها. المجتمع كان يحب هالقصايد. اول ما غنيت رأيت الف مليح ولك هذا الرشف الدل والونجي، يعني بعدين غنيت اشياء هواية. يعني تقبلها الناس بسهولة هذه القصائد؟ نعم الناس تقبلها القصائد بسهولة. اوه، لانه الالحان كانت خفيفة، وتدرين اذا اللحن خفيف القصائد تكون محبوبة. رحت حتى بالخليج كانوا يحبون القصائد. طيب انت كنت تختارين القصائد؟ اي نعم. يعرف عندك قصائد؟ لا، اغنية الصغير. اختار الديوان الشعر واطلع من الاغاني. انا قريت الجرايد انه الناس العدل هذا هواية دا ياخذون محاميين، فاني سويت انا محامية في القرن العشرين ادافع عن العاشقين، كل عاشق اتوكل عنه بدعوة حب ما اخذ منه. هذه ما تعتبر منالوج؟ اي منالوج، نعم. اي، وسويت واحدة ثانية كانوا كلهم دا يدخلون كلية الطب، فاني شقرة بالجريدة اقوم ادور. انا دكتورة وعندي شهادة، عندي مهارة في فن الطب، سرعة اداوي الم القلب واعرف كل شيء عن الحب. الحقيقة اني ما كنت اعرف كل شيء. اليوم اني كنت معجبة كلش عباس ابن الاحنف، هذا من شعراء العباسيين. اجى ببالي قريت فد ديوان هيشي قسم منه يقول طال ليلي واشتياقي ويح نفسي ما تلاقي من امور تعتريها هي مني في سباقي. تذكرين اللحن؟ اشفع لي عند تذكرين اللحن مال هذه القصيدة؟ لا، لان انا صلي 35 سنة مسحوبة قاعدة بالبيت. ليش انت انسحبتي 35 سنة؟ لما الانسان فنان، اي فنان يعرف نفسه ما يقدر ينطي فيقعد ببيته احسن له. يعني اني اتصور الفنان اللي ما يقدر ينطي يقعد بالبيت احسن. طيب لا، يعني مثلا مرات كانوا يجون يبدون يسوون وياك لقاء او شيء؟ ما شفت. لا اني يعني كاره الفن. طاردتها الاشاعات، ومنها من ربطتها بعلاقة مع بكر صدقي، الشخصية العراقية المعروفة وصاحب اول انقلاب عسكري. اذا اني ارد على هالاشاعات اخش بإرادة مصرف، انا ما احب هيك شيء. بس ما تحسين انه هاي الاشاعات طلعت لي الناس من الزوج؟ لا، اي يمكن كانوا الناس كلهم يريدون يشوفون. جات تجيني برقيات من الخليج انه سلامتك وما ادري ايش، بس انا ما احب ابدا هالاشياء، المشاكل ما احبها. حياتي كلها ما احب المشاكل، حتى لو كتبت علي الجرايد وانت صرتي شلل وصرتي عمية وصرتي انقلتي رحمة الله وما ادري ايش من هالسوالف، فما اجاوب ابدا. طيب شنو علاقتك ببكر صدقي؟ ما عندي علاقة اني ببكر صدقي. بكر صدقي رجال كانوا هم، هو كان الفرقة مالنا ياخذوها النادي العسكري. اني كنت هاي العمر هاي الطفلة انا بالنادي يشيلوني ودوني للبيت، هاي هي، ما عندي علاقات اني. لا، كانوا يقولون يعني انه بكر صدقي كان يدعم الفنانة في تذكرة. لا يا ابوي، ماكو هيك شيء يا حبيبتي. يعني من ضمن الاشاعات؟ من ضمنها هواية اشاعات. يعني الفنان عادة يصير عليه اشاعات كل شهرة. هذه ضريبة الشهرة انا سميتها.
ضريبة الشهرة انه يشيعون على الفنان اشياء غير معقولة. هذا هو، هاي الشهرة. ليش انا كرهت الفن وما يعجبني فن؟ لانه ضريبة الشهرة كلش غالية. طيب اذا بس اقول لك انه نريد من عندك تنصحين فنانة في بداية مشوارها الغنائي، شو تنصحيها؟ نعم. تنصحين فنانة في بداية مشوارها الغنائي، شو تنصحيها؟ انا بعد ما يعني ما اوصي احد، بس اوصيهم بعدم الغرور، لان الغرور مقبرة الانسان. اي بشر ينغر، اذا كاتب او اديب او اي شيء اخر، هذا الغرور انا اعتبره مقبرة. يعني نهايته مو هيشي؟ اكيد. اي يعني ما احب هيشي شيء، وما احب هاي الالقاب. فلان سفير، فلان قائم بعمل، عندليب، وفلان عندليب، وفلان مدري ايش، هاي شنو هاي؟ ما احبها. حتى كانوا يقولون مثلا الفنانة مدري ايش، اقولهم اني اسمي عفيفة، الناس عرفتني اني عفيفة. ما احب هاي الالقاب، هاي ما احبها. لان اني من رحت لاوروبا، وبعدين اسكنت باوروبا مدة طويلة، ما شفت واحد اوروبي فنان عظيم يقول اني مثلا فلان او اليتان او شو. لا ما يقول ابدا. اسمه فقط. ايه ايش انا من تسمع عنه وترى، لا تكذب في غرامي خبرا، لي حبيب كملت اوصافه، جاز لي في حب الاقتصادي في حلقه خاصه. بس الاريد اقوله، الاريد اقوله على موضوع الملك، نكون واضحين لان عندنا مشكله في امريكا. وصلت عفيفة الى قلب جمهورها بحضورها المميز وجمال صوتها في وقت لم تتجاوز سنتها 12، حينها كان الحدث الاكبر في حياتها هو زواجها برجل يكبرها 38 عاما. لماذا تزوجت ذلك الرجل؟ وما سر ذلك الزواج؟ من هو حميد ابو عطية؟ كل ذلك تشاهدوه في الجزء الثاني من رائحة الورد. يا اخي ذا قلبي اما قضيت منه وطرت، يا اخي ذا قلبي اما. بحث صوتها وعمقها. يعني ما موجوده اخبارها لا باعلام ولا بالصحف. فجاءت مريضه من سنه الثمانينات وفقدت عنها المعلومات. اخر خبر اللي سمعت عنها انه هي معها امراه يعني تقوم بواجباتها، وحالتها الماديه تعبانه كلش، عايشه على بقايا ارث سابق. طيبه وان شاء الله تعود يعني ترجع لاهل الاغاني السابقه الحلوه الجميله. لا موجوده حيه صور، لكن كبيره بالعمر يعني الان ومتعبه. لكن هي قدمت الكثير يعني الفن العراقي الاصيل. سالت عنها اكثر من مره، قالوا لا تسوي لقاء صحفي ولا لقاء تلفزيوني، ويعني مبتعده عن الاضواء. عراقيه بكل معاني اللغه الفنيه، تحكي لنا قصه تالقها واسرار صمتها طيله 31 عاما خلت. كيف وقفت مع اسمهان؟ وما علاقتها ببكر صدقي؟ اين هي الان؟ وماذا عما اشيع عن موتها وفقدها لبصرها؟ هي ضرتي ام انطوانيت، هم اسمها عفيفة اسكندر. شوفي واني جيت الثالثة
يعني متزوج بفتعة في فار؟ اي نعم. لا هو متزوج بس واحدة عفيفة اسكندر والست عفيفة اسكندر، يعني هاي ايش صارت القصة. طيب هذا الزواج ما اثر على مسيرتش في الغناء؟ لا بالعكس، هو موسيقار عظيم، هو موسيقار وحافظني وقت دور المراهقة، يعني كلش حافظني انا، يعني احبه الى هسه واحترمه، بس ما اعرف وين صار. هو ابو انطوانيت، اي هواي الناس عبالهم انطوانيت اختي، بس نحن تربينا سوى فد عمر. طيب كان على ما يعني عرفنا من المعلومات انه كانت تروحون رحلات هوايه الى بلدان العالم، رحت للخليج كله، امريكا، فرنسا، انجلترا، يعني هاي كلها اني رحتها. كان اكو نشاطات تقدميها هناك؟ اي نعم، حفلات بلندن قدمنا نشاطات على مسرح البي بي سي. وفتشي اقول لك اني معتزه بشغلتين، عصر العباسي وعصر الاندلسي، اختارني الاستاذ الطيب صالح اللي هو استاذ وكاتب اديب. فقال لي لغتك زينه فاختارني اني اقوم بهالشيء، يعني هذا هو. يعني تقومين بشنو؟ اغاني كلها اغاني العصر العباسي قريب 30 شعر قصيده، وعصر الاندلسي قريب 30 قصيده، هذا اللي صار هيجي. سالنا ابو عطيه عن سر زواج عفيفة، فكان الجواب يستحق الاستغراب. كان يلقبوها عفيفة اسكندر في اكثر الناس، مثل ما تتهم هاي السيارة مالتها، تتهم انه هي من بيت اسكندر الزيفان، انما هي يعتبرها من بيت اسكندر الزيفان، بينما هي لا، بعيدة بعيدة عنهم كل الوقت، لانه ذولا ارمن، هي مسيحية، وبعدين هي اتصور من اهل الموصل. لا صحيح، من اهل الموصل ومسيحية. بس من كان لغبوا عفيفة اسكندر كانت الجماعة تعتبرها من بيت اسكندر الزيفان، بينما هي لا. اسكندر الزيفان هذا شو كان تاجر كبير معروف؟ شان يعني مثل ما يقول له ذكريات البلد، يعني في وقته الى ما قادر وتوفى سوى، وابنه الصغير توفى، ما ظل عنده بس واحد مو هنا. يعني هي ما كانت زوجة؟ لا. كان زواج عفيفة قد فتح لها باب النجومية في بغداد، التي بدأت حفلاتها فيها تستقطب الجمهور وتحقق نجاحات باهرة دفعتها إلى السفر إلى مصر لتغني هناك. أنا أول ما دعت من مصر، لأن هنا بالإذاعة من قدمنا بالاربعينات قالوا نحن ما ندخل زعاطيب. كان ايش قد عمرك ست بطل؟ يعني عمري فد 10 سنين مع السنة هيجي بس يعني. وهاي اغنية ايضا لحنها هو محمود الشريف الله يرحمه. النجمة بتاعتك عقباني والسيف على جنبك خلاني احبك يا ملازم ثاني. ايه كانت هيجي. واغنية اللغ ايضا لحنها واحد ثاني اسمه عزة الجاهلي. اسمر يا سمارة يا سمرمر شرباتك والنبي ده مكرر. يعني هاي نجحت كلش بمصر، وهي انا عجبني مثل لو لك حبيب قل له ان كان حبيبك عسل ما تلحقش كله. هذا تدرين ايش قد اللحن كان؟ 3 دنانير واني ماخذه دينارين. الى عاد هاي هي. شلون التقيتي بعبد الوهاب واسمهان؟ هم جوي سمعوني. اني اول ما دعيت من القاهره اجا مدحت عاصم ويا الاستاذ عبد الوهاب سمعوني وقال له هاي لازم تذيع من عندنا. كانت اول شيء اول اغاني عراقيه اني ذعتها من مصر بوقتها، وما ببالي هالاغاني يعني هذا يعني الغنيتها كلش مشاكل هاي الحياه.
هل يعني أعجبوا بصوتك اسمها هانو عبد الوهاب؟ غير لازم هيشي؟ أكيد مو؟ إيه. أنتي كنت تحبين أصواتهم وتحبين أغانيهم؟ جداً. جد أحب أصواتهم وأصوات أم كلثوم وأصوات ليلى مراد، هذول يعني كلهم، حتى ناظم الله يرحمه. جد أسمع يعني من يغني الحقيقة فنان الرجال. على كل كنت تتأثرين بأصواتهم أكيد. إيه. أكو صوت هسه بالساحة الغنائية الآن، أكو صوت تتأثرين من تسمعين تحبين؟ والله هواية يعني أصوات، مثلا ناظم الله يرحمه، فؤاد سالم. هسه الموجودين هسه مدى أعرفهم؟ هسه أكو أحد يعني صدقيني مدى أعرفهم، لأن هواية هم ومدى أعرفهم. بعد أن حصلت عفيفة على إعجاب الجمهور في مصر بأغانيها الجميلة، كانت أيضا محل إعجاب فنان الأجيال الموسيقار محمد عبد الوهاب، الذي اختارها إثر ذلك في تمثيل دور سينمائي جنبا إلى جنب مع الفنانة أسمهان في فيلم يوم سعيد، ليكون ذلك ثاني ولوج لعفيفة في السينما بعد فيلمها الأول في عالم السينما بغداد القاهرة. بالقاهرة أول فيلم هو كان القاهرة بغداد. من سواه؟ سواه الأستاذ إسماعيل شريف صاحبين أوتيل الحمراء، هذا اللي صار. ومنه الملحن المؤلف كان الله يرحمه بيرم التونسي، بين بغداد ومصر، بين بغداد ومصر كلهم حبة محبة وداد يعني على ما أذكر. وسوالي هذه قدام عيني، خلي حبيبي قدام عيني قدام عيني خلوه ينور، هذا اللي كنت عليه أدور يعني. هذه أول تجربة سينمائية فيه. هو إيه هذا هو كان. طيب شنو في قضية فيلم يوم سعيد؟ نعم فيلم يوم سعيد. يوم سعيد أمي كانت مريضة، فجيت البغداد قبل ما يشوفون الأغنية، لأن هو كان عبد الوهاب ملحن الأغنية. لما جيت البغداد سوالي برقية، قالوا الأغنية طلعت فلو يعني غير واضحة تجين. قلت لهم لا، أنا ما مهم عندي، مهم أنه الفيلم ينجح. فكاتبين اسمي إلى هسه أسمهان وعفيفة يعني. لم تكتفي عفيفة بهذين الفيلمين، بل شاركت في فيلم ليلى في العراق الذي أخرجه أحمد كامل مرسي عام 1949. قطار قطار عدكم احنا قطار، قطار قطار عدكم احنا قطار، عشقنا الدار والبيا بعد مشوار، قطار وعشقنا الدار والبيا بعد مشوار، لا نقدر نودعه لا نقدر نضل عيده، لا نقدر نودعه ولا نقدر نضل عيده، وحدنا بهالدار وضعنا في النار، وحدنا بهالدار وضعنا في النار، بلغ ولع عفيفة بالأغاني البغدادية الحقيقية حدا أدى إلى ولادة باقة من الأغاني التي ما تزال خالدة في ذاكرة الناس. حزانين ما نقدر نفرحه، شلون نقول حبينا ونفرحه، حزانين ما نقدر نفرحه، شلون نقول حبينا ونفرحه، فرح جاية بالمطر تفرحه، تالي الندم يا بينا بالحفرة يخلينا، تالي الندم يا بينا بالحفرة يخلينا، وحدنا بهالدار وضعنا بالنار.
تصاعد عطاء عفيفة اسكندر لتصبح من اوائل المطربات في العراق، فلمع نجمها في سماء النجوم العراقية، فسهر العراقيون على الوان اغانيها الجميلة. ركب الهوى ام موكب العنبر يلوح من شباكها الاخضر، هل يستفيق الصبح الا اذا ناجى على جبينها الاسمر؟ يطوف قلبي حاملا ادمعي يطلب باسم الحب ان تنظري. جينا من بغداد لينا والنذر والله بدينا، والنذر والله بدينا، جينا من بغداد لينا والنذر والله بدينا، والنذر والله بدينا، نمضي باللي بالمدينة، نمضي باللي. لكن عفيفة صمتت عام 1973 فلم تغني بعدها الى اليوم. كيف عاشت عفيفة ومن يعيلها؟ وهل اعتمدت على قراءة الفنجان؟ كل ذلك تشاهدوه في الجزء الثالث من رائحة الورد. مصابين